بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم 1400 صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. إذا قرأت الآية تقول اللهم إني أرضى عمن رضيت عنهم. وقد صح عن النبي، صح عن النبي أنه قال إني لا أدري ماذا تحدثون بعدي. تعرفون هذا؟ سنعود إلى هذا المبحث. انتبهوا انتبهوا يا إخواني. على كل حال، حتى لا أطول عليكم، فالشيخ نواف السالم بارك الله فيه جعل هذه الخصومة حول هذه القضايا العلمية، معاوية والصحابة، كما قلت مش الصحابة الأفاضل، الصحابة إيه؟ الأراذل. النبي قال فيه صحابة منافقون، القرآن قال فيه صحابة منافقون لا تعلمون، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. ها؟ هذا القرآن يقول هذا، وأنت عندك كلمة صحابة كأنها كلمة نبي. أصدقك أو أصدق القرآن الكريم؟ أنا ما هذا القضية، ما هذه الطريقة في التفكير يا أخي؟ أصدقك أم أصدق القرآن وأصدق السنة؟ القرآن يقول صحابة منافقون، صحابة كذابون، صحابة أهل أذية، آذوا النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي. ماذا نفعل؟ والنبي يقول في أصحابي 12 منافقاً لا يدخلون الجنة. عبد الله بن أبي رأس النفاق، عليهم الله ما استحق، كان صحابياً، والنبي قال أتحبون أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ قال هذا صاحبي بس صاحب خبيث ولا أخبث. هذا نفعل؟ نصدق من نحن؟ بالعكس، المنهج الصحيح أقول للمسلمين جميعاً، بما أن الصحابة في العموم كان فيهم بضع مئات من المنافقين، بضع مئات، بضع مئات مش عشرات، بضع مئات. وعلى فكرة كلما كان الإسلام يتقدم كانت ظاهرة النفاق ماذا؟ تستفحل. لذلك سورة التوبة، براءة الفاضحة التي هتكت عن أستارهم وقشقشت وفضحت أسرارهم، هذه السورة من أواخر ما نزل من كتاب الله، صحيح؟ وتحكي لنا كم استفحلت هذه الظاهرة وكم تأذى بها النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. سورة التوبة أليس كذلك؟ في سورة التوبة حديث عن مسجد الضرار والراهب أبي عامر وعلاقته بالمنافقين، وكم الذين اجتمعوا في هذا المسجد الخبيث؟ بضع مئات مش عشرات، منافقون، منافقون. ألم تقرأوا السيرة؟ اقرأوا السيرة. يأتمرون بالنبي ودينه. يوم أحد كم الذين انحازوا مع رأس النفاق عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله وخذلوه؟ زهاء 300، وقيل 350، هم 350. نعم، احنا القائد تبعنا، الرأس تبعنا، الزعيم ابن سلوش مش الرسول محمد، نفاق. فإذا صح أن في الصحابة بضع مئين، والصحابة بالقلوب بفضل الله، إذا صح أن فيهم بضع مئين من المنافقين، الله يقول الرسول لا تعلمهم، أنت لا تعرفهم كلهم، تعرف بعضهم ممن عرفناك، آخرين ستعرفهم باللحن، لحن القول وبالسيما يظهر عليهم، وآخرون لن تعرفهم، لا تعرفهم، لا أنت ولا أصحابك. نحن نريد أن نعرف، لأن هؤلاء جميعاً اختلط فيهم ماذا؟ المنافق بالصالح، ولا بالصحيح، بالصادق. وهؤلاء جميعاً أدوا إلينا أحاديث ورأوا لنا روايات، منهم من تفرد بروايات ولا يدرى أصادق هو أو منافق. ماذا نفعل؟ منهجياً يجب أن نطور
لا لا، لماذا نطور؟ أن نستل ونستنبط أيها الإخوة منهجية، ضوابط معيارية أو معايير، روائز كما يقول علماء الميثودولوجيا، روائز قرآنية ونبوية حديثية، نستطيع أن نعير بها ماذا؟ الإيمان، ونفرزه من النفاق. وين الإيمان وين النفاق؟ صح؟ فإذا رأينا أن هذه الضوابط أيها الإخوة انطبقت، أو هذه السمات والمعايير انطبقت إيه؟ على شخص معين 80% 90%. الصحابة كما في البخاري كان أحدهم ربما إيه؟ قال الكلمة فرمي لأجلها بالنفاق، نفق فلان لأجل الكلمة، مش واحد نشوف ما شاء الله. وباختصار يعني مثل معاوية نشوف مجمل حياته والعياذ بالله يا أخي، كما رأيتم في السلسلة، ولسه كما سيأتيكم نحن في بداية إيه سلسلة معاوية، ولا نتشكك هل هو منافق أو صادق. صادق إيه؟ صادق إيه؟ إذا واحد مثل معاوية مش منافق، مين المنافق؟ قولوا لي بالله عليكم مين المنافق؟ مسكين هذه الأمة يا أخي، لا قطع الله لسانك، صحابة تضحكون علينا؟ القرآن والسنة يقول صحابة فيهم منافقون بالمئات. طب يا رب شيء محير، مدسوسون مغيبون. قال لك إيه؟ اقرأ القرآن واقرأ السنة وطبق عليهم الضوابط، يعرف من الصادق من الكاذب ولا من الصحيح. لذلك في الحديث الصحيح إيه؟ لما قيل للبراء ابن حازم هنيئا لك، ليه هنيئا لي؟ أنت صحابي وصليت مع النبي وكذا ومش هيك بس، وأنت من أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صح؟ قال له أنت رضواني، من 1500 واحد من الرضوانيين، عارف ايش قال له؟ والحديث صحيح البخاري سوف يأتي، إنك لا تدري ماذا أحدثنا بعده. في صحيح البخاري. أنا إيه الآن؟ مطمئن جدا. لماذا؟ منهجيتي قرآنية نبوية، أنا أخذ علمي وفهمي مش من كتب فقط، قرآن والسنة الواضحة. هذا صحابي قال لا 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 تشهد لي، إحنا غيرنا وبدلنا في أشياء معينة ولا يدرى إيش الحال. شو تقول لي رضواني؟ حتى رضواني الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما. الله أكبر، فعلا الله أكبر على الحقيقة، ما أجملها حين تأتي مجلجلة متبلجة واضحة مجلاة واضحة. الله قال نعم أنا رضيت على أهل بيعة الرضوان، بس بشرط ماذا؟ ألا ينكثوا البيعة. عليك أن تستمر وفيا بمقتضى البيعة، إذا غيرت وبدلت بعدين راحت عليك. واضح يا إخواني وإخواتي؟ اقرأوا كتاب الله، لا تكونوا من الذين اتخذوا القرآن عضين، لا تمزقوا القرآن. الله قال لقد رضي الله، وقال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وأهل الرضوان النبي أخبر في حديث رواه الترمذي عن جابر، لكن بصيغتين، في رواية ليدخلن الجنة كل من بايع إلا صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس معروف، وفي رواية أخرى لن يدخل النار أحد من بايع. عندنا روايتان الآن، عندنا روايتان، يدخل الجنة لن يدخل، واضح ان الارجح ايه؟ انه لا يدخلن الجنه، انه لن يدخل النار مش راجحه. تعرفون لماذا؟ انا اقول هذا اجتهاد مني ببساطه، لان ممن بايع تحت الشجره بيعه الرضوان كانوا 1500، ابو الغاديه يسار ابن سبع، يسار ابن سبع ابو الغاديه الجهني الصحابي الرضواني الذي ثبت أنه قتل عمار ابن ياسر في صفين، وبالإزاء ثبت عن رسول الله وصح أنه قال قاتل عمار وسالبه في النار. فهمتوا؟ هاي واحد. اثنين،
الله تبارك وتعالى يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بايع تحت الرضوان ونكث البيعة بعد ذلك بأفعاله القبيحة، لا يدخل في الوعد. الوعد مقيد ولا مطلق من القيد؟ فالوعد مقيد لا مطلق من القيد، افهموا هذا تفكير أصولي، فهم النصوص بطرق إيه؟ أصولية واضحة. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والعجيب أن من المبايعين بيعة الرضوان كما تذكر ذلك كتب السير، ابن سعد وغيره، عبد الله ابن أبي ابن سلول طبعا كان معهم وبايع، وكان له مأثرة يعني، بعثت إليه قريش تعال يا عبد الله نسمح لك أنت بالذات، حبوه لأنه منافق هذا، ادخل إيه البيت، ادخل إيه مكة وطوف بالبيت نسمح لك، محمد لا أصحابه لا أنت فقيل له إياك أن تفعل هذا. ابنه قال له إياك، لا تسود وجوهنا تطوف قبل رسول الله. قال والله لا أفعل. فبلغت النبي فأعجبه صنيعه، كويس جدا عملها يعني، طلعت منه هذه كويس يعني، عمل لي المرة هذه يعني حسابا يعني ماشي الحال كويس منه، بس عمل مصيبة كمان، منافق والعياذ بالله من النفاق. إيش المصيبة؟ لما كانوا بالحديبية، عشان تعرف أنه كان هو من المبايعين، عشان تفهم ما تنسوش، عمرك مش هتنساها، عبد الله كان من المبايعين في كتب السيرة. لما كانوا بالحديبية الماء معهم قليل وعندهم بئر، يعني يحاولوا استنباط مائها فما تملأ إيش؟ قحبا صغيرا، ما في مية، طلع ما في ماء، فشكوا قلة الماء يا رسول الله، فأعطى النبي أحد الصحابة سهما أخذه من كنانته ودلوا كان تمضمض فيها ثم مجى. شوف البركة المحمدية المصطفى، دلو تمضمض ثم مجى فيها، مجى، قال له خذها بالسهم وأفرغها في البئر، فما هو إلا أن أفرغها حتى فاضت بالرشاء والرواء. ما عجيب فوق خلاص آية من آيات الله في الحديبية هذا. فقيل له يا عبد الله أرأيت أبعد هذا من شيء؟ شفت أنه نبي؟ شفت أنه مبارك هذا الرجل؟ مش طبيعي يا أخي، مش واضح أنه نبي. قال قد رأينا مثل هذا كثيرا. العياذ بالله منه. قال شفناه قبل هيك. وين شفته يا قرد؟ ستقول لي يا شيخ عثمان الله يسامحك، حيعجبك هذا بس أنا بعرف تقول لي كيف تقول عن صحابي قرد؟ والله قرد القرود هذا يا أخي، والله قرد وعفريت هذا. قال قد رأينا مثل هذا من قبل. وين يا بابا؟ وين يا ابن سلول؟ فبلغت النبي فقال له النبي كيف رأيك؟ قال ما رأيناك اليوم، عجيب يا محمد. قال له فلماذا قلت ما قلت؟ قبيل منافق يلعب بالبيضة والحجر. قال له النبي كيف اليوم شفت؟ قال له ما رأيناك اليوم، عجيب. قال معجزة يا سلام. قال له فلماذا قلت ما قلت؟ الآية الأولى ما وردت في سورة الفتح الآية 18، طبعا المشاهد الكريم لابد أن يلتفت أنه مجموعة من الفضائيات عادة يقرؤون هذه الآيات ويضعونها على الشاشة ويحاولون واقعا أن يوهموا المشاهد الكريم أن الصحابة جميعا تنطبق عليهم ماذا؟ هذه الآيات المباركة. من هذه الآيات وهي الآية 18 من سورة الفتح، قال تعالى، وبودي أن المشاهد الكريم أيضا يقرأ الآيات معي، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن الآية المباركة لم تقل لقد رضيت عن الصحابة، عن المهاجرين والأنصار مطلقا، رضيت عن من؟ المؤمنين. عن المؤمنين بالميزان المذكور. إذن لابد أن نعرف إيمان هذا الشخص أولا حتى تنفعه البيعة ماذا؟
تحت الشجرة. أما إذا كان منافقا وبايع تحت الشجرة خارج هذا له خارج داخل في الآية المباركة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الجواب كلا، لأن هذه الآية رضا الله عن المؤمنين لا رضا الله عن كل الصحابة، مؤمنا كان أو ماذا منافق. أو منافقا طيب. صح عادلا كان أو فاسقا لا ليس الأمر كذلك. إذن هذه الآية المباركة إخواني الأعزاء تقول لنا أن الصحابي المؤمن إذا بايع رسول الله تحت الشجرة فله، أما فلان الذي بايع تحت الشجرة هل هو مؤمن أو لا بعد لا يمكن أن نستفيده من الآية المباركة. نعم. لابد أن نعرضه على أي ميزان، ميزان على الميزان الذي وضعه رسول الله، قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه هي الآية الأولى. وإذا سمعت قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين خرجوا معه إلى تبوك 30,000 صحابي، تقول اللهم تب علينا كما تبت عليهم. من الآيات الأخرى التي يحاولون أن يقفوا عندها كثيرا ما ورد في سورة التوبة الآية 117. الآية في سورة التوبة 117 هذه، قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية هم يقولون أن الآية المباركة قالت لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذن هذه مطلقة بعد لا يوجد فيها أي على النبي. أحسنتم. الجواب أنا بودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى نفس السورة المباركة وهي سورة التوبة الآية 25 و26 ليرى بأن الله سبحانه وتعالى أولئك الذين وعدهم من المهاجرين وعدهم من المهاجرين والأنصار وعدهم التوبة وتاب عليهم، ما هي شرائطهم؟ الآية 25 و26 من نفس السورة المباركة وهي سورة التوبة، قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني ساعة العسرة وهي غزوة تبوك، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ضاقت عليكم الأرض عفوا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. التفتوا إلى الآية 26، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. منكم من هذا الجمع من المهاجرين والأنصار على من؟ فقط المؤمنين. على المؤمنين أنزل سكينته وتاب عليهم، لا مطلق من شاركوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إذن نعم. الآية واضحة حتى هنا، حتى الآية التي بعدها قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني هنا أيضا حتى أيضا قيد أحسنتم. أحسنتم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. إذن نعم. الآية صريحة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن أولا لابد أن نعرض هؤلاء المهاجرين والأنصار كما قال الحديث، كما ورد النص والأثر، أنه كنا نعرف ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي. فإذا ثبت أنه من المؤمنين عند ذلك يكون ماذا؟ مشمولا للتوبة والإنزال السكينة والرضا عنه إلى غير ذلك.
إذا سمعت قول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ماذا يفعلون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هم الصادقون ما قال الكاذبون المتبعون للشهوات المرتدون الكافرون. ومن الآيات الأخرى التي وردت في هذا المقام ويستدلون بها كثيرا ما ورد في سورة الحشر. في سورة الحشر الآيات 8 إلى الآية 10، التفتوا جيدا. قال للفقراء الآية 8 إلى الآية 10 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إذن الأنصار لكي له قيمة ماذا لابد أن يكون؟ تبوأ الدار والإيمان إيمان. الإيمان الإيمان في النصرة وفي الهجرة. في الهجرة اتضح الآن ماذا؟ في النصرة. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إلى آخره. قالت ويؤثرون على أنفسهم. المهم أنا عندي الآية المباركة أولا والدار والإيمان أولئك هم الصادقون. أحسن. الله يعرف هؤلاء المهاجرين ماذا؟ الصادقون. وإذا أردنا أن نعرف من هم الصادقون في القرآن الكريم كما قلت القرآن يفسر بعضه بعضا. انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة الحجرات. قالت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أولا لابد أنه ماذا؟ الإيمان. الذين آمنوا بالله ورسوله. ثانيا الذين ماذا؟ لم يرتابوا ولم يشكوا ولم ينكثوا ولم ينقلبوا بعد رسول الله. وثالثا جاهدوا بأموالهم أولئك هم الصادقون. إذن هذه هي المواصفات المطلوبة. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح أشار إلى هذه القضية، وهو أنه أساسا نحن عندما نأتي إلى صحابة رسول الله في المقدمة القاعدة الأولى لابد أن نميز بين المؤمنين وبين ماذا؟ المنافقين. وبين المنافقين. فإذا ثبت إيمان الصحابي ننتقل إلى المراحل اللاحقة. ولعل من أوضح الآيات التي تكلمت عن هذه الحقيقة وقسمت الصحابة عموما إلى هذا التقسيم هي الآية 14 من سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن على هذا الأساس نحن نميز الصحابة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول مسلمون ولكن لما يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافق. القسم الثاني المسلم الذي دخل الإيمان في قلبه وهو ماذا؟ وهو المؤمن. كيف نميز هؤلاء على عهد رسول الله وبعد رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا الميزان، أعطانا المعيار،
قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحسنتم. يعني ولم يرد في أحد كنا نعرف المنافقين ببغضه مثلا لفلان إلا في علي أبداً، مما يدل على أنها خاصة به دون غيره. أحسنتم، يعني هو الميزان، هو الميزان بين الإيمان والنفاق في صحابة رسول الله، بل بعد ذلك أيضا. أحسنتم. لأنه بعد ذلك لا يفرق حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد يعني بعد رحلة رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله نستطيع أن نميز أصحابه من بقي على الإيمان. أحسنت. ومن انتقل من الإيمان إلى ماذا؟ إلى النفاق. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. طيب، هل هناك قاعدة أخرى أو قواعد أخرى سماحة السيد، يعني يمكن يعني لتمييز الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القاعدة التي أشرتم إليها؟ أحسنتم. في الواقع بأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة ببيان آخر. نعم. يعني بعد أن ثبت أن الصحابي مؤمن ثبت لنا إيمانه بطريق من الطرق، أنه لا أقل من أوضح مصاديق ذلك أنه يحب ماذا؟ عليا. يحب عليا. وقرأنا في الحلقة السابقة أن كبار الصحابة كانوا يحبون عليا أكثر مما يحبون غيره من الصحابة. نعم. وهذا قرأناه فيما سبق. القرآن الكريم يعطي لنا قاعدة أخرى، يقول لا يكفي أنهم هؤلاء بايعوا كانوا مؤمنين وبايعوا تحت الشجرة، لأن هؤلاء الإخوة مع الأسف الشديد أنا أجد على بعض الفضائيات وأحملهم على الجهل، واقعا هم أهل ليسوا أهل العلم، وإلا لو كانوا من أهل العلم لما صدرت مثل هذه الكلمات التي لا تنم على العلم منهم. نجد أنهم يقول هذا ممن بايع تحت الشجرة، وإذا بايع تحت الشجرة ماذا هو الحكم؟ نجد بأنه في سورة الفتح هذا المعنى بشكل واضح وصريح. بل في سورة الفتح الآية 18 قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قالوا إذا رضي عنهم إذن هم من أهل ماذا؟ نعم، من أهل الجنة. خلاص بعد. نعم. خلاص. يعني بعبارة أخرى البيعة عن إيمان تحت الشجرة حدوثا كاف لأن يدخلهم إلى ماذا؟ الجنة. إلى الجنة. ولكن كأنهم نسوا الآية 10 من سورة الفتح. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك أين؟ تحت الشجرة. نعم. وغير تحت الشجرة. نعم مطلقا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن هم على قسمين. إذن على قسمين، ليس كل من بايع تحت الشجرة فالله سبحانه وتعالى رضي عنه وأعطاه ماذا؟ قال بأنه أعطاه وأثابهم فتحا. قال ليس الأمر كذلك. الذين بايعوا رسول الله على ماذا؟ على قسمين، على نحوين. إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله. هذيك في القاعدة الأولى دكتور. في القاعدة الأولى هذيك نحن نميز ماذا؟ بين الإيمان وبين النفاق. أحسنتم. الآن في القاعدة الثانية ثبت الإيمان. نعم. يعني مؤمن بايع رسول الله صلى الله. يكفي أو لابد أن يستمر على البيعة ولا ينقص البيعة؟ نعم. الجواب القرآن الكريم صريح يقول بأنه انقسموا إلى ماذا؟ قسمين. بعضهم بقي وبعضهم ماذا؟ نكث. نعم. ونحن إنما نعطي الأجر لمن؟
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لا مطلقا. الذي يوفي نعم. الذي بقي على الوفاء بالبيعة الله سبحانه وتعالى يؤتيه أجرا عظيما. لا مطلقا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ما وردت في سورة آل عمران وهي الآية 144 من سورة آل عمران. انظروا إلى هذه الآية المباركة. قال تعالى الآية 144 من سورة آل عمران قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الآية المباركة تقول أنه إنما لكم القيمة إذا لم تنقلبوا. أحسنتم. أما إذا انقلبتم أيضا الله يعطي أو لا يعطي. يعطي للشاكرين إذا لم ينقلبوا. أحسنتم. الآن لا أريد أن أقول أن الآية قالت يوجد من انقلبوا. لا 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 أبدا. الآية الأولى من سورة الفتح قالت بأنها البيعة إنما تعطي ثمارها لمن وفى بالبيعة إلى الآخر. وهنا أيضا إذا انقلب الصحابي المؤمن إذا انقلب أيضا يكون مشمولا لهذه الآيات أو لا يكون مشمولا؟ لا يكون. ولذا أخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مستدركه على الصحيحين وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الإمام الذهبي قال عليه الصلاة والسلام إني سألت الله لكم يا بني عبد المطلب أو سألت الله فيكم يا بني عبد المطلب ثلاث خلال سألته أن يثبت قلوبكم وأن يعلم جاهلكم وأن يهدي ضالكم وسألته أن يجعلكم جوداء أهل جود وكرم جوداء نجداء رحماء هو الذي نفسي بيده لو أن رجلا صفن أي صف قدميه واقفا ومنه الصافنات الجياد أنها تقف فلا تتحرك وهذه علامة الخيل الأصيلة فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات مبغضا لكم لأدخله الله النار. فوالذي نفسي بيده لو أن رجلا صفنا بين المقام بين الركن والمقام صف قدميه واقفا فصلى وصام ثم مات مبغضا لكم لأدخله الله النار. الروايات كثيرة عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم عليا علامة واضحة جدا تبغض عليا تنحرف عنه يبدو منك شيء تجاهه كنت من كنت وأنت من أنت علامة على النفاق احذر واحتط لنفسك وارتد لها الخير وراجع أمرك فالمرء على نفسه أو من نفسه على بصيرة كل امرئ أيها الإخوة من نفسه على بصيرة وهو يعلم ما في قلبه والله من وراء قلب كل امرئ ولسانه وليست المسألة وهذا مما يغيظ أيها الإخوة ليست المسألة بالدعاوى باستثناء النواصب لا تجد أحد له يقول نحن نحب أهل البيت ونكرمهم ما شاء الله وتدافع عن أعدائهم
وتلتمس لهم الأعذار الباردة، أبرد من الثلج وأسخف من السخف نفسه، وتترضى على قاتليهم ولاعنيهم وسابهم وشاتمهم، ثم تقول أنا من محبي أهل البيت. ما شاء الله. يا إخواني، ذات مرة اختلف أسامة ابن زيد، ومن أسامة؟ إنه الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد ابن حارثة، صحابي الجليل علم الشهيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، الحب ابن الحب، اختلف مع الإمام علي عليه السلام. هنا تتميز المقامات. لا تقل لي لا أسامة ولا زيد إذا ذكر علي انتهى. هنا المقامات يا إخواني، المقامات لابد أن تكون واضحة، لا أن يقرن علي حتى بالطلقاء، وأحيانا يقدم الطلقاء عليه بطريقة أو بأخرى، بطرق غامضة عجيبة تغيظ المؤمن. فقال له أسامة إني لا أحبك، أو قال إني مبغض لك، وذكر هذا للرسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة يسمع: يا علي، لا يبغضك إلا منافق. مباشرة يحذر أسامة، كأنه يقول له، وهذا ما أفهمه إن شاء الله من الحديث، يقول له: أعلم أنك صادق الإيمان، لكن انتبه لنفسك، توخى واحذر واحتط. المرء في حال الغضب أيها الإخوة أو الحنق يبدر منه ما يبدر، كأنه يقول له: هذا بدر منك على سبيل الإغضاب لعلي والغضب منك، لا بأس، لكن انتبه انتبه، إن انعقدت البغضة في قلبك لعلي هذه علامة النفاق. النبي يعطي موازين ومعايير لا يستثني أحدا، يطبقها على الجميع، وينبغي أن تطبق على الجميع. الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في صحيح مسلم، في كتاب الإيمان، صحيح مسلم لم يبوب لكتابه، بوب له النووي، لكن باب أن حب الأنصار وعلي من علامات الإيمان في صحيح مسلم، الإمام علي عليه السلام قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، في صحيح مسلم. فهل كان معاوية يحب الإمام عليا؟ كيف وقد قاتله؟ فتقول: لا، قاتله مجتهد مأجور يا أخي. طيب، كيف يحبه وهو الذي كان يسبه ويأمر أصحاب المنابر من ولاته وعماله وخطباء أن يسبوه على المنابر، وظل يسب إلى أن أبطل هذه السنة الملعونة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وجعل مكانها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، الآية من سورة النحل. بدل هذه الآية كان يسب عليه، سنة ماضية، سنة أموية ملعونة. واحد يقول لي: حديث ضعيفة. ضعيفة إيه؟ في صحيح مسلم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص أحد السابقين وأحد العشر المبشرين بالجنة: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ الإمام عليه السلام، النبي كناه بأبي تراب، في قصة معروفة في البخاري: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ قال: كلنا بنسبه، سب. فقال سعد رضوان الله عليه: أما وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثا: فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم. لن أذكر لكم الثلاثة لأن الوقت قصير. قد كان يأمر في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح، آخر من صححه أيضا العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صححه، قال: هذا حديث صحيح أيها الإخوة، أن معاوية قدم المدينة في بعض حجاته، فذكر علي فنال منه، قاعد يسب فيه، يسب في علي معاوية، والرجل متوفى، الإمام علي أخو رسول الله، زوج فاطمة الزهراء، أبو الحسنين عليه السلام، وهو من هو الذي حبه إيمان وبغضه نفاق أيها الإخوة، كما في صحيح مسلم
يسبه، يسب ميتا. شوف الأحقاد الأمويه وين، حقد شخصيات هزيله وضعيفه. فقال له ايه سعد بعد ان امره بسبه، قال: لا، كيف اسب رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاثا؟ ثم ذكر ثلاثا، ثم قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، ماذا، ما هو شعورهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم تكلم الله عنا نحن، عني أنا وأنت وفلان وفلان. ماذا قال الله عنا نحن؟ والذين جاءوا من بعدهم، أنا وأنت، ما هو المطلوب منا؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهل طبقنا هذا يا جماعة؟ هل أنت ليس في قلبك غل على أحد من الصحابة، سواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أي واحد من الصحابة، ليس في قلبك غل على أحد؟ إذا كنت من هؤلاء أبشر بالخير، وأنت إن شاء الله تكون مقربا إلى الله جل وعلا. الآن يأتي هذا السؤال الأساسي، وهو أنه: هل يوجد بعد رسول الله من انقلب، أو لا يوجد بعد رسول الله من انقلب؟ واقعا الآن لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الحقيقة، ولكنه أشير إلى بعض الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى ما وردت في صحيح مسلم، هذه النسخة الجديدة، بودي أن المشاهد الكريم إذا يريد يتابعني ويتابعني على هذه النسخة، صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، متوفى 261 من الهجرة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، قدم له وقرضه الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، المجلد الرابع، دار الخير، ويقول طبعة محققة مقابلة مضبوطة مفصلة الأحاديث معزوة الأطراف مخرجة من الكتب الستة ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وغيرها، إن لزم مع فهرز تفصيلي إلى آخره، من النسخ الأساسية لمن يريد أن يقتني هذه النسخة. في المجلد الرابع صفحة 119 هناك مجموعة من الروايات. الحديث الأول وهو الرقم 2000، كتاب الفضائل، وهو الحديث 2194. الرواية هذه يقول الرواية أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، ممن؟ من أصحابه، فوالله ليقتطعن دوني رجال، رجال ممن؟ من الصحابة، من الصحابة، فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الجاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هاي رواية. الرواية الثانية: إني مع الناس، فقال رسول الله، عن أم سلمة الرواية، فقال رسول الله: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول ماذا؟ سحقا. إذن يوجد قوم من الصحابة
أحدثوا ماذا؟ بعد رسول الله. وبعبارة أخرى بقوا على سنة رسول الله أو أحدثوا وانقلبوا وارتدوا على رسول الله ونكثوا البيعة كما قالت الآية المباركة. هذا نص آخر. نص ثالث وهو الحديث 2297. الرواية قال رسول الله: أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي مو قليلين، نعم، لأنه هذا جمع، أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا، نعم، بعدك. يعني كأن الملائكة يأخذونهم. بلي بلي ولا أقرأ الرواية إذا، نعم، المشاهد الكريم ينتظروني قليلا، نعم. انظروا إلى صحيح البخاري، الجامع الصحيح للبخاري، المكتبة السلفية، وهذه أشرنا إليه فيما سبق، في هناك في المجلد الرابع صفحة 206 هناك مجموعة من الروايات في هذا المجال. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن سعيد عن أبي سعيد الخدري: فأقول إنهم مني، بعد أختصر، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والروايات تقول: إن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، وهذا بحثه إن شاء الله تعالى سيأتي. الرواية الثانية عن أبي هريرة: كان يحدث أن رسول الله قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، نعم، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. والغريب أنهم ينسبون إلى الشيعة أنهم يقولون بارتداد ماذا؟ الصحابة أو بارتداد بعض الصحابة. وهذا نص صريح من البخاري يقول أن بعض الصحابة ارتدوا على أدبارهم، نعم، القهقرة. وبتعبير القرآن الكريم: انقلبتم على أعقابكم. رواية أخرى وهي من أهم الروايات في هذا المجال، الرواية أيضا عن أبي هريرة عن النبي يقول: بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم على الحوض، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ لماذا تأخذهم هؤلاء أصحابي؟ لماذا تأخذهم إلى النار؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. إذن مو أنه يغفر لهم، وإنما يؤخذون إلى ماذا؟ النار. صريح إلى النار. صريح. هسه يخرجون بالشفاعة أو لا يخرجون، ذاك بحث آخر. يقولون أنهم لا، الصحابة كلهم مغفور لهم مغفور لهم، لا 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 أبدا، وإنما قوم منهم يؤخذون إلى ماذا؟ إلى النار. هاي الزمرة الأولى. تأتي زمرة ثانية: ثم إذا زمرة، يعني زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. هسه أنا الغريب أن الحافظ يقول قال المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، وأنا لا أعلم أنه لماذا الرواية تعبر عن الملك بأنه ماذا؟ رجل. وإلا هسه هذا له بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه للمشاهد الكريم. يظهر أنه مو ملك، وإلا لو كان ملكا لقالت هذا القسيم، قسيم الجنة. قسيم. أحسنتم جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سيأتي بحث هذه النقطة، وهو أنه يخرج رجل. من هو؟ الذي كان هو معيار الإيمان والنفاق
في هذه الدنيا سيكون هو قسيم الجنة والنار ماذا في الأخرى. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا كان في الدنيا هو الفاروق، هو الميزان، هو الفاروق الأكبر بين الإيمان والنفاق، فكيف لا يكون في الآخرة هو القسيم بين الجنة والنار؟ يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم. على أي الأحوال الرواية تقول خرج رجل، وأنا لا أعلم أن الرواية التي قرأها البخاري ماذا كانت اللي عبر عنها ماذا رجل، واقعا كانت رجل، ولذا يضطر الحافظ بن حجر أن يقول ماذا المراد بالرجل الملك الموكل بذلك. ملائكة ليسوا رجالا، ليسوا رجالا. أحسنتم جزاك الله خيرا. على الأحوال شوفوا هذا التلاعب، خلونا في محله. قال ثم إذا زمرة، إذا عرفتهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله، قسم أن هؤلاء مصيرهم ماذا؟ إلى النار. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه. يعني هي تأتي زمرة بعد زمرة زمرة بعد زمرة، يعني مو زمرة وزمرتين، لأنكم تعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يرد ماذا؟ إلا أن يرد وإن منكم إلا وارد على الحوض. أحسنتم. إذا قلنا أنها مرتبطة بالحوض مو بنار جهنم، إذن الجميع لابد ماذا لمن يريد أن يدخل الجنة لابد أن ماذا يمر أولا على يمر على الحوض ويشرب ماذا ويأخذ، لأنه قدحان بقدحان كثيرة. نعم. قال فلا أراه يخلص منهم، ممن؟ من الصحابة، من الصحابة الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم معدودين. هسا الآن أنا لا أريد أن أفسر الهمل، أريد أن أذهب إلى ابن حجر العسقلاني ليفسر لي ما هو المراد من همل الذين يدخلون ماذا الجنة. الذين يدخلون الجنة هل الكثرة أم مثل الهمل؟ أحسنتم، الكثرة، لأنهم يحاولون أن يقولون قلة منهم يمنعون، لا، قلة منهم يدخلون ماذا الجنة ويردون الحوض فيدخلوا الجنة، وإلا أكثرهم ماذا يذادون عن الحوض. هذا في ابن حجر فتح الباري، ابن حجر الأصفهاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري المجلد 11 صفحة 578، هذه عبارته، ولا أطيل على المشاهد الكريم لأن الوقت انتهى. قال يعني في صفحة 578، قال يعني في جمل في ذيل فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه، والهمل بفتحتين، الإبل بلا راع. وقال الخطابي الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل. أحسنت، لأنه الذي لا راعي له قليل بين الإبل التي لها رعاة. جزاك الله خيرا. أحسنت، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. إذن لا يبقى يعني من هؤلاء لا أحسنتم لا يبقى من هؤلاء الصحابة الذين أحدثوا إلا همل النعم. إذن بهذا اتضح لنا بأن هؤلاء الصحابة الذين أحدثوا وبدلوا وانقلبوا ونكثوا البيع قليلين أو ليسوا قليلين. لا أقل، لا أريد أن أقول أكثرهم، ولكن ليسوا ماذا بقليلين. ليسوا بقليلين.
وأقول أيضا قبل أن أختم يا إخواني، يوم القيامة والله سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا الكلام هذا اللي في الكتاب والسنة، وقالوا ربنا إيش اللي جاب لهم المشاكل؟ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. طيب ماذا فعلوا بكم؟ فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله تعالى في آية أخرى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، للذين كانوا يبجلونهم ويعظمونهم ويحضرون دروسهم ويدرسون عندهم الكتب ويتبعون فتاويهم ويأخذون كلامهم دون أن يعرضوا على الكتاب والسنة، ماذا قال الضعفاء للذين استكبروا؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، إذا جاءوا يوم القيامة المستضعفون وقالوا للذين استكبروا أنتم عملتم فينا أنت كنت تفتينا أن هذا كافر صار ليس كافرا صار حبيب إلى رب العالمين، أنت كنت تفتينا أن هذا القرآن ناقص صار كاملا كيف أنت تقول ناقص، أنت كنت تفتينا أن فلانا محبته تقربنا إلى الله صارت تبعدنا، أنت كنت تأخذ من الأموال وتقول سأتصدق بها ما تصدقت بها، أنت كنت تقول كذا وكذا. يبدأ الذين استضعفوا يخاصمون الذين استكبروا فيقول الذين استكبروا نحن ما فعلنا شيئا لا نغني عنكم شيئا ولا أضللناكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. اسمع كيف يرد الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وهم يتبرؤون منهم، ما لي فيك علاقة ما لي فيك دخل أنا متورط بنفسي، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. مكر ليل ونهار، تحدثنا في الصباح تحدثنا في المساء وفي الظهر وتؤلف كتب لنا وتعطينا أشرطة وتدخل علينا في الإنترنت وتأتينا في أماكننا وتحضر زواجاتنا وأعراسنا ورائمنا وتحدثنا كل مرة بنفس الكلام إلى أن أقنعتنا به وظننا أنه هو الحق، ثم بعد ذلك تقول لا والله أنا ما كنت على حق ولا على صواب والآن تبين الحق. أقول لك حذاري حذاري نصيحة من أخ مشفق إن شاء الله ومحب لك، أن تتورط في مثل هذه المقدمات وفي مثل هذه التوطئات والتمهيدات مرة أخرى، لأنها نزعة خارجية ملعونة. الخوارج هكذا، الخوارج أيها الإخوة هكذا يأتون إلى آيات ونصوص نزلت أيها الإخوة أو وردت في مشركين في كفار فيجعلونها على من؟ على المسلمين على المؤمنين. لا تفعل هذا رجاء رجاء، حذاري حذاري لأجل مصلحتك الأخروية لأجل عمار آخرتك، لا تفعل هذا مرة أخرى. بفخار رافضية رغم طغيان أمية، بفخار رافضية رغم طغيان أمية، فجرونا كفرونا وسنبقى جعفرية وسنبقى جعفرية، ثابتين ما تغيرنا المواقف ثابتين.